اتفاجئت بتليفون من الاهلي. فوجئت. كان في صديق يعني كلمني وان انا اروح النادي الاهلي، فانا طبعا يعني كان لسه الدوري خدت شغال الكلام. وما خدتهاش بمحمل الجد يعني. انا قلت طبعا عشان يعني في ماتشات اهلي وزمالك وكده، فبيكلمني ومش عايز اخرج بره تركيزي وكده. كان مستر كاجودا البرتغالي في الوقت ده هو المدير الفني، وكان مع احمد كابتن احمد رمزي وكابتن احمد رفعت مدير كوره ولكن في الاول وفي الاخر انت لعيب كوره مسؤول عن بيت واسره. يعني ايه في كان في ماتشات اهلي وزمالك يعني كان نعم؟ حد انت تصورت ان حد لا انا بيخرجك عن تصورت ان في حد، تركيزك، انا تصورت ان حد مثلا ايه بيخرجك عن تركيزك مثلا بيطلعك بره تركيزك، بيخليك ان انت مثلا قبل ماتش الاهلي قبل ماتش، والزمالك. كان قبل ماتش الاهلي والزمالك. فانا طبعا قلت له لا يعني الموضوع ده يعني الماتش ده عملته فيه ايه؟ احنا الماتش دوت تعادلنا 0-0، في الماتش بقى التاني اتغلبنا فيه 2-0 اللي انا كنت ماشي بقى فعلا فيه. يعني بعد الماتش ده لقيت ان لسه بيكلموك برضه؟ لا اتكلمت، كان الموضوع جدي، الموضوع ما كانش ان انا حد بس بيكلمني او بيرشحني لمستر جوزيه وكده، لان مستر جوزيه برضو يعني لما كلمني كلم عليا كويس جدا، وكلم مستر فينجادا في البرتغال في الوقت ده، سالوا عليك، سالوا عليا يعني مستر فينجادا مرنك في 2003 2004 مرني، الموسم كنت ده بلعب خدت معاه، الدوري كنت الموسم ده، بلعب معاه قلب دفاع، كنت بلعب معاه ظهير ايمن، ف وده موسم خدته وفي في الدوري علاقات. مع مستر فنجان. خدنا دوري، خدنا سوبر سعودي مصري، وخدنا بطولة عربية. في الموسم بتاع فنجان بصراحة كان في استقرار فني وكان في بطولات كتير يعني. بس اعلى موسم كان بتاع كابرال. كابرال موسم عشان عالمي. علشان كان في بطولة افريقيا وسوبر افريقي، خدت سوبر افريقيا وخدت افريقيا وخدت سوبر مصري وخدت سوبر مصري دوري وخدت بالظبط بالظبط يعني. هما السنتين دول بصراحه كانوا من افضل، والجيل اللي كان موجود كان جيل قوي جدا. بتبدا اكتر جيل حقق بطولات للزمالك فتره زمنيه يعني 4 سنين كان الجيل ده. قوي، كان فريق قوي، حتى الناشئين او حتى البودل اللي كانوا موجودين كانوا على مستوى عالي جدا يعني. جمال كان صغير في جمال المنتخب حمزه، الاولمبي، شيكابالا وعبد كان الواحد لسه طالع، شيكابالا كان صغير، وكان في عبد الحليم وحسام وابراهيم وحازم وليد عبد اللطيف ووليد تامر عبد الحميد وطارق 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 السيد طارق السعيد وتامر عبد وكابتن الحميد وتامر واحمد كمونه يعني كان في كمونه كان في مجموعه، وكابتن خالد واعتقد الغندور. الدوماني كان موجود لا برضو. الدوماني انا لما جيت كان مشي، كان مشي. كان مشي، كان مشي هو وهيثم كان فاروق. بسيوني موجود؟ لا كان مشي كان برضه. مشي برضو. فالحمد لله انا لما بروح مكان مثلا بيبقى فيه زي بيقول ايه رفته حلوه يعني. الحمد لله لما رحت حتى النادي الاهلي كان فريق عظيم، فريق كبير جدا. انت مثلا مانو كلمك الاول؟ هو لا اللي كلمك؟ اللي كلمني كان صديق مشترك بيني وبين كابتن حسام بدري، كان مدير الكوره في الوقت دوت ومدرب الفريق. و يعني قعدت مع مين اتفقت واتكلمت وخدت وديت مع يعني؟ الكابتن حسام الاول، كابتن حسام بدري. وبعد كده رحت تقعدوا فين بقى؟ باشمهندس عدلي. كان بيقعدكم لا فين؟ لا عادي في مكتب يعني، مكتب من المكاتب مجالس الاداره يعني، بره النادي يعني مش جوه النادي يعني. اوكي. بس واتفقنا على كل حاجه وقلنا يعني نرجع للموضوع طولت لاخر الموسم. المفاوضات بقى ولا ما خدتش وقت؟ لا الموضوع كان صعب بالنسبه لي، لكن الاصعب منه يا استاذ محمد اللي كان بيحصل في النادي في الوقت ده. مكان يعني انا قلت ايه، لو في استقرار وفي حد كلمني، انت كنت عايز تكمل وقت؟ كنت عايز اكمل يعني. انا كنت عايز اكمل لان خلاص يعني انت 28 سنه ولعبت 5 سنين ولا وكانوا 4 سنين. بيكلموا كان بيكلموني في تجديد 4 5 سنين كمان. فالموضوع عندي ان انا عايز اكمل يعني. ولكن في الوقت ده طبعا كان في عدم استقرار اداري في نادي الزمالك كالعاده طبعا. فانا لعيب في الاول وفي الاخر لازم اتحرك، كنت لازم افكر هعمل ايه. فطبعا لعب النادي الاهلي والزمالك هو يعني اعظم حاجه للعيب. الاهلي برضو كان في سردباكات قويه جدا، كان في كابتن وائل جمعه، كان في شادي، كان في احمد كان في السيد، جمعه شادي احمد السيد عماد النحاس. كان ابراهيم سعيد موجود؟ لا كان مشي. كان عماد النحاس موجود. عماد النحاس. بص انا يعني بص انا الحمد لله لما لو فكرت في كده مش هلعب، مش هروح يعني. الحمد لله من وانا صغير وانا عندي ثقه في نفسي، واللعيبه دي زمايلي سواء في المنتخب او لما بنقعد مع بعض، فانا الحمد لله يعني عندي ثقه في نفسي كبيره جدا، وهم زمايلي في المنتخبات كلهم وفي المنتخب يعني. فلما كنت بلعب في المقاولين الحمد لله كنت اساسي في المنتخب زي ما انت كنت عارف. فانا لو فكرت ان انا مثلا فلان موجود او فلان موجود او فلان موجود، عمري في حياتي ما هتحرك يعني. الواحد لما بيتحرك في مكان بيبقى عنده تحدي، بيبقى عنده طموح جديد ان هو يحقق اللي هو عايزه يعني. طب انت رحت الاهلي في الموسم ده مع طارق السعيد؟
انا وطارق سعيد كنتوا مرتبين مع بعض؟ لا لا خالص خالص والله. الناس كانت متخيله انتوا متفقين فلان لا 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 لانه كمان الكلام طلع في وقت واحد يعني انتوا الاثنين. لا انا 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 ما اعرفش غير في الاخر خالص يعني لما هم بيتفقوا كمان ان هم اتفقوا مع طارق سعيد. كان في مع طارق سعيد اتفاق. انت ما تعرفش ان هم اتفقوا؟ ما كنتش اعرف. لا يا راجل والله ما كنتش اعرف غير في الاخر خالص. ولا الكابتن حسام قال لك ولا لا حد خالص قالك. خالص ما كانش في اتفاق، ما كانش في معرفه خالص ان طارق سعيد راح الاهلي غير في اخر 3 4 مباريات اللي انا مشيت فيهم من الزمالك يعني. وساعتها يعني طلعوا عليا ان انا سبت مباراه الاهلي والزمالك اللي خسرتها 2-0 2-0 وطارق سعيد في تمرينه الزمالك قال لك مره صحيح انت رحت ولا لسه باضيت ولا لسه وبتاع. لا انا في مره عايز اقول لك عليها برده حاجه طريفه يعني. في مره كنت رايح فحد كان قال له كان في صديق مشترك بينا فقال له خد بالك صديق بيخلص مع الاهلي. فبعدين انا داخل اوضه اللبس مره وفي الزمالك بعدين لقيت طارق بص لي وبيضحك وبيغمز لك وبتاع عمال يغمز وبيضحك وكده. فانا عمال اقول انت عارف طارق طارق دمه خفيف جدا فطارق سعيد وبركات الاثنين دول بصراحه فظاع يعني. فلقيت طارق بيبص لي وبيضحك وبيغمز فانا بقول له انت في ايه يا طارق يعني بتغمز ليه وبتضحك ليه انت كنت اصحاب اصلا يعني عشت انت عارف من زمان يعني واحنا صغيرين يعني. انت كنت كمان منتخب اولمبي منتخب شباب ومنتخب ناشئين وطارق على فكره كان في النادي الاهلي اصلا يعني بدايته اصلا كان في النادي الاهلي يعني. قبل ما يروح الزمالك فلقيته بيغمز وبيضحك وانا مش فاهم طبعا يعني وقلت طبعا الديل اللي بيني وبين الناس اللي خلاص يعني حاجه سر فطارق عرف فراح جه قال لي انت عملت كذا وكذا. قلت له يعني خلاص يعني على وشك في كلام. قال لي هل في كلام ازاي يعني؟ قلت له في كلام. قال لك عليا انت عرفت ازاي يعني؟ عليا انا قال لي ف يعني انت عارف بقى في قلت له خلص معايا طب وقال لك طارق ساعتها ان هو خلص؟ هو لا برضه ما قاليش عارف بعدين بقى لاقيين برضه بعدين يعني هو جرجرك وما قالش بعدين بقى ما عارف بقى وكده.